السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأخبار مثيرة مساء اليوم نبدأها بهذه العناوين. صفقة الزمالك الجديدة تثير الجدل في الأهلي، التفاصيل كاملة، وبشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن مباراة الإنتر كونتينتال أمام العين الإماراتي، وأربع ضربات موجعة لحسام حسن قبل مواجهة منتخب مصر وكاب فيردي. ونيس الفرنسي يوضح سبب تأجيل مؤتمر تقديم محمد عبد المنعم، وغزل المحلة يتحرك لإيقاف حارس الأهلي السابق محمود الزنفلي. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس. ترددت في الساعات الأخيرة العديد من الأنباء الإعلامية والتقارير الصحفية التي أشارت إلى دخول نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع أحد المهاجمين الأقوياء من أجل إبرام وتعاقد معه في الفترة الحالية بناء على توصيات البرتغالي جوزيه جوميز. هذا وقد طلب البرتغالي جوميز المدير الفني للنادي الزمالك ضرورة تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية، لا سيما أن الفريق مقبل على العديد من المباريات القوية، وأولها بطولة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي، بجانب رغبة البرتغالي في تعويض بعض الراحلين. وعلى حسب ما ذكرته العديد من التقارير الصحفية والإعلامية إن نادي الزمالك نجح في الحصول على خدمات الجابوني أرون بونديزا لمدة 3 مواسم من أجل تدعيم صفوف الفريق الأمامية بناء على رغبة جوزيه جوميز، واللاعب سيكون حاضر أمام الأهلي في السوبر الأفريقي. وقد سخر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مسؤولي نادي الزمالك بسبب الصفقات التي سيبرمها الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، في ظل ضعف الإمكانيات المالية داخل النادي وعدم وجود سيولة مالية كبيرة، مما أدى إلى كثير من التساؤلات داخل أو على مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الشعلة السعودي في مباراة ودية ب3 أهداف دون رد في المباراة اللي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب فندق الإقامة في برج العرب في الإسكندرية. يلاقي النادي الأهلي الفائز من مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والمقرر لها يوم 29 من أكتوبر المقبل في كأس الإنتر كونتينتال. وكشف مصدر أن المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي بعد إرسال الأهلي خطاب وتمت الموافقة عليه بشكل رسمي. وأوضح المصدر أن هيئة استاد القاهرة قررت تأجيل إجراء الصيانة الشتوية التي كان مقرر لها في الفترة من 15 أكتوبر ل 15 نوفمبر، لكن تم تأجيلها بسبب مباراة الأهلي والعين الإماراتي. غالباً لا يكون العين الإماراتي، لأن مباراة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي ستكون في الإمارات، ويعد استاد القاهرة الدولي من أفضل الملاعب الأفريقية، وكان وش السعد على النادي الأهلي في حصد الكثير من الألقاب والبطولات. نعود إلى منتخب مصر، وأربع ضربات موجعة إلى حسام حسن قبل مواجهة مصر وكاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا، حيث تحاصر الأزمات والصعوبات منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قبل خوض المواجهة الأولى في تصفيات أمم أفريقيا أو في الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 25 والتي ستقام في المغرب إن شاء الله. يأتي على رأس هذه الصعوبات عدم جاهزية عناصر النادي الأهلي من الناحية البدنية والفنية، حيث حصل حسام حسن على لاعب الأهلي بعد فترة راحة طويلة. ثانياً، يدخل ضمن الصعوبات تأخر انطلاق معسكر منتخب مصر بسبب تمسك بعض الأندية بمنح عناصر راحة للاعبين، ويتعرض حسام حسن أيضا إلى انتقادات بسبب ضم بعض العناصر مثل أحمد رمضان بيكم ومحمد الشامي وخالد صبحي ومحمد شحاتة وناصر ماهر رغم عدم ثبات مستواهم الفني في الفترة الحالية، وهناك من هو أفضل منهم في الدوري المصري أو في الأندية وأكثر من ذلك، ولكن حسام حسن له رأي آخر.
رابع الأزمات التي تتمثل في الانتقادات التي يتعرض لها حسام حسن ووضعه تحت ضغط حال حدوث أي تعثر في الفترة المقبلة، حيث يكون هناك أنباء بشأن التفكير في إقالته على الفور في حالة أن يتعثر في أي مباراة، سواء في تصفيات أمم أفريقيا أو في تصفيات كأس العالم والمقبل عليها بعد ذلك. محمد عبد المنعم وسبب تأجيل مؤتمر الصحفي لنيس الفرنسي. هذا قد أوضحه نادي نيس الفرنسي عن سبب عدم تقديم اللاعب المصري محمد عبد المنعم في المؤتمر الصحفي اللي كان مقرر عقده النهاردة أو اليوم، وكان عبد المنعم قد انضم إلى نيس الفرنسي الأسبوع الماضي ولعب مباراته الأولى كبديل أمام فريق أنجيه مساء الأحد الماضي وتألق تألق كبير. وكان من المفترض أن يتم تقديم محمد عبد المنعم بجانب اللاعب يوسف موكوكو في مؤتمر صحفي يوم اليوم الأربعاء، لكن النادي قدم مهاجم بروسيا دورتموند السابق وهو يوسف موكوكو دون أن يقدم لاعب النادي الأهلي السابق محمد عبد المنعم. وقد علق المدير الرياضي لنيس الفرنسي قائلا: كنا نأمل في تقديم محمد عبد المنعم لوسائل الإعلام اليوم، لكنه التحق بمنتخب بلاده في مصر. وأضاف رئيس النادي: من سياسة نادي نيس أن نحترم استدعاءات اللاعبين إلى منتخبات بلادهم، ولا نرغب في أن نظهر وكأننا نحتفظ باللاعب عند استدعائه، ولهذا السبب لم يتم تقديم محمد عبد المنعم اليوم، وسافر إلى القاهرة وذلك للانضمام إلى منتخب مصر، حيث يستعد منتخب مصر إن شاء الله بعد غد الجمعة ومباراته القوية في على استاد القاهرة أمام كاب فيردي في أولى مباريات أو في الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا 2025. أخيرا، غزل المحلة يتحرك لإيقاف محمود الزنفلي. هذا ما أعلنه نادي غزل المحلة من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية الذي كان معارا للنادي الأهلي الموسم الماضي، بعدما حصل النادي على توقيعه في وقت سابق، إلا أن الحارس تراجع عن إتمام التعاقد للنادي معلنا الانتقال إلى نادي آخر. وقال غزل المحلة في بيان رسمي: يؤكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة سلامة كافة إجراءات التعاقد مع اللاعب محمود الزنفلي. اتفقنا مع الحارس على إتمام التعاقد بمجرد صدور قرار النادي الأهلي بعدم تفعيل بند الشراء من نادي الداخلية، وبالفعل وقع اللاعب عقود انضمامه لنادي غزل المحلة، ووقع على تفويض لنادي غزل المحلة بدفع الشرط الجزائي لنادي الداخلية في الاتحاد المصري لكرة القدم، ومن ثم أعلن النادي انضمام اللاعب بشكل رسمي لصفوف الفريق. وبعد الإعلان الرسمي عن الصفقة، طلب اللاعب مقدم تعاقده وأبلغه مسؤولي لجنة التعاقدات عن جاهزية الشيك مقدم التعاقد فور إتمام الكشف الطبي عليه كما هو متبع، لكن اللاعب تهرب من إجراء الكشف الطبي مرتين ثم أغلق هاتفه ولم يتواصل مع النادي مجددا، ثم فوجئنا اليوم بإعلانه الانضمام إلى نادي آخر. وأتم النادي في بيانه: يؤكد مجلس إدارة غزل المحلة أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد اللاعب بما يحفظ حقوق نادي غزل المحلة. من المعروف أن محمود الزنفلي أعلن انتقاله إلى نادي حرس الحدود الصاعد حديثا للدور الممتاز، وبهذا غزل المحلة قدم شكوى ضد محمود الزنفلي. في النهاية أشكركم، تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.